اها عندك الكنافه. الكنافه غنصبوها في الدار، كاين بزاف العيالات ما كيلقاوهمش، حنايا كنبغيو الكنافه ما كنلقاوهاش. اييه ماشي متوفره في المدن. اييه غنوريهم الطريقه باش يديروها في الدار. غادي ناخذوا 300 غرام ديال الدقيق، 80 غرام ديال النشا، 4 معالق ديال الزيت، وجوج كيسان ديال الماء ونص، يعني تقريبا كنحتاج فيها ما كنحتاجش فيها بزاف ديال كاس الكيسان قل شي حاجه، يعني جوج كيسان ونص على حسب الدقيق. المهم جوج كيسان ونص، الا لقيت الخليط ثقيل بزاف كنزيدو شي شويه على حسب الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين ما كيشربش، وكنديرو شويه الملح. هادي كنديرو كلشي في الخلاط الكهربائي مونينكس، كنطحنو مزيان وصافي، كنكبو في واحد القريعه ديال واخا. لا سمحتي قلتي بالنسبه للعجين ديال الكنافه كيفاش نصيبو في الدار؟ 300 غرام ديال الطحين فورس و80 غرام ديال النشا و4 معالق كبار ديال الزيت وجوج كيسان الماء كبيسه ديال الملح وشويه ديال الملح. واخا كنديرو كلشي في مونينيكس وكنكبو في واحد القريعه ديال المشروب الغازي ديال البلاستيك، كنكبو فيه وكنديرو له واحد التقيبه في داك الخانه ديالها، كنديرو واحد التقيبه اي في الغلاف، كنكبوه في الوسط وكنجيبو الطفال ديالنا. اييه المقله اللي ما كتلصقش. واخا كنجيبوه ايوا كنسكبوه بطريقه حلزونيه. اييه يمكن فهمتيني باش يجي هكا حلزون. كنبداو من الوسط وكنبداو من الوسط، وحنا غاديين كندورو حتى كنكملو ديك المقله كامله. اييه خيوط هكا حلزونيه وصافي، كتقلع شي شويه هكا كنحسو بيه كتقلع فوق العافيه وكنحيدوه. ايه كنجمعوا بزاف، يعني يعني دغيا كيطيب، يعني ما كتقلبيش للجهه الاخرى صافي، هو دغيا كيطيب. لا لا بحال ورقه البسطيلات تقريبا بحال هكا، جهه وحده. وكنجمعوا وكنسدوا عليه في واحد الطنجره هكا، وكنشرب بشويه ديال الزبيده وكنخليوه حتى نبغيو نحتاجوه. ايه الله يعطيك الصحه، مزيان عطيتينا هذه الطريقه. بزاف من المستمعات دابا تبارك الله ولاو بزاف كيخدموا بالكنافه، ولكن متوفرش في المدن والاقاليم. لكن في المغرب الكنافه الحمد لله الناس ولا كيستعملوها في المالح والحلو. وتبارك الله هذه فكرتينا ام عدنان، هو انا لم بالنسبه للمغربيه الحدقات هذه حتى هي كتحسب لهم، هو انه دابا الكنافه هي معروفه عند المشارقه، ولكن ما شاء الله تبارك الله عليهم، يعني المغربيات راه بدعوا فيها بواحد الطريقه. الحمد لله حنا سبحان الله، يعني الحاجه اللي كيحطوا فيها يديهم تبارك الله، لانه هي الكنافه معروفه كاين تقريبا ثلاثه الاشكال، سواء في مصر ولا سوريا ولا لبنان، يعني معروفه الكنافه بالقشده. ولكن في المغرب المغربيات يعني غيروها وداروها مالحه وحلوه باشكال، يعني تبارك الله هي معروفه كتكون غير حلوه، ولكن المغاربه تبارك الله. دابا حنا خصنا نبيعوا الفكره للمشارقه هذه الكنافه المالحه اللي باشكال مختلفه، درنا منها بسطيله كاع. اييه اييه.